اليوم دائرة تمكين المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نظمت نشاط جدا مهم، جمع شخصيات نسوية وأيضا منظمات نسوية من كافة محافظات العراق إضافة إلى أقليم كردستان. هذا النشاط هو بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وضع العراق بخصوص المرأة درجة ثانية، وهي عقلية ذكورية حتى على الحكومات، على الكتل السياسية، أحزاب داخل مجلس النواب، رئاسات الثلاث، كله موجود. يعني قضية المرأة مجرد قضية شكلية، حتى إذا كان في بعض الأحيان إحنا يعني هم مجبرين حتى مرأة بها وجود داخل مجلس النواب. نحتاج إلى بيئة في العراق تمنع العنف من كل الأسرة العراقية وليس فقط المرأة. لكننا في حملة 16 يوما نركز بها على إيقاف العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية لإيقاف العنف ضد النساء التي تبدأ يوم 25 نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة كافة أنواع التمييز والعنف ضد المرأة، وتنتهي يوم 10 كانون الأول والذي هو اليوم العالمي للإعلان لحقوق الإنسان.